للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي. دكتور أهلا بحضرتك. تحياتي سيدي. أولا كيف استعدت الوزارة لاستقبال الطلاب وأيضا للتنسيق وكيف سيكون التسهيل على الطلاب؟ يعني خلينا أكد لحضرتك الحمد لله اختبارات القدرات في كافة الجامعات لكافة التخصصات العلمية التي اشترط القبول بها الاجتياز اختبارات الطلاب تمشي منذ اول يوم والحمد لله حتى الان بانتظام شديد. ولتخفيف بعض الزحام على بعض الجامعات الدكتور خالد عبد الغفار قرر مد هذه المده بدلا من ان تنتهي 6:30 ان شاء الله مستمره حتى نهايه الاسبوع القادم. كافه ما يقدم من هذا فيما يتعلق باختبارات القدرات. بالضبط فيما يتعلق باختبارات القدرات اللي احنا حاليا بتجرى حاليا في كافه الجامعات المصريه. الحاجه الثانيه المهمه انه طالب لما بيدخل على موقع التنسيق الالكتروني للجامعات كما هو معتاد وده تيسير على الطلاب بدلا من الامتحان يتعرف على الموعد والمكان المخصص لاجراء الاختبارات العامه. الحاجه الثانيه المهمه الطالب يستطيع ان هو يحجز اكثر من اختبار في اكثر من تخصص علمي هذا حقه ومكتب التنسيق الالكتروني يعطيه في هذا الشان اكثر من موعد واكثر من مكان لاجراء هذه الاختبارات. فيما يتصل باذن الله بالتنسيق للجامعات عقد اعلان نتائج الثانويه العامه من جانب وزاره التربيه والتعليم وتسلمنا رسميا لهذه النتائج نحتاج عاده 3 ايام لعمل التحليلات الإحصائية وشرائح المجاميع ومقارنتها باحتياجات التخصصات العلمية المختلفة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الحدود الدنيا بكل مرحلة من مراحل التنسيق إن شاء الله. نعم، فيما يتعلق بالتخصصات العلمية الجديدة ومدى استعداد الجامعات لدخول هذه التخصصات الجديدة. النهارده الحمد لله منظومه التعليم العالي في مصر، التعليم العالي احد القطاعات الاساسيه التي حظت باهتمامات القياده السياسيه وتعاون كافه اجهزه الدوله مع وزاره التعليم العالي. النهارده حضرتك بيعلن الدكتور خالد عبد الغفار لم يمضي على تنبيهات السيد الرئيس بزياده عدد الجامعات الاهليه، لم يمضي على هذه التوجيهات عام. والحمد لله النهارده بنتكلم على بدء الدراسه في 12 جامعه اهليه جديده منبثقه عن الجامعات الحكوميه لاول مره. وهذه الجامعات بتحاكي في تخصصاتها العلميه احتياجات السوق المصري من ناحيه، هذا بالاضافه ايضا الى احتياجات السوق الاقليمي والدولي. ايضا بنتكلم هذه الجامعات تشمل ايضا الجامعات التي تم افتتاحها العام الماضي؟ لا ده حضرتك لاول مره. هذه جامعات جديده يتم اضافتها للعام. جديده تضاف للعز المنظومه لاول مره. ايضا بيدخل معانا لاول مره هذا العام 7 جامعات تكنولوجيه جديده منتشره جغرافيا في برج العرب في 6 اكتوبر في شرق بورسعيد في طيبه في الاقصر. هذه الجامعات التكنولوجيه 7 جامعات اضيفت هذا العام، هذا بالاضافه الى 3 جامعات سابقه. يصبح مجموعة جامعات تكنولوجية في مصر المتاحة حاليا للطلاب التقديم بها 10 جامعات تكنولوجية، وهذه الجامعات بنهتم بيها سواء طلاب الثانوية العامة أو خريجي التعليم الفني، لأن الحقيقة خريجيها في تخصصات علمية إحنا محتاجينهم جدا في السوق المصري، مؤسسات الدولة محتاجاهم، أيضا بالإضافة إلى ذلك أيضا السوق الإقليمي والدولي يحتاج إلى مثل هذا التخصصات. جميع هذه الجامعات والتخصصات الجديده بحاجه لاختبارات قدرات؟ بالتاكيد الجامعات التكنولوجيه دخلت بالفعل اختبارات القدرات وده متاح من بدايه فتح باب اختبارات القدرات من خلال وزاره التعليم العالي. نعم. والمتاح لهم ان شاء الله حتى 11 اغسطس القادم باذن الله نهايه الاسبوع القادم مستمرين في اختبارات القدرات لمن يرغب في الالتحاق بجامعات التكنولوجيا.